السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مشاهدينا ومتابعينا قناة الرحال العراقي. احنا اليوم دخلنا في آثار حقيقة ما نعرف يعني، بس قرب البحيرة. اي قرب، لا قرب البحيرة بس ما نعرف شنو الآثار. يعني يقول اكو كهف، اكو شلال، اكو حدائق فوق، ولكن احنا راح نصعد. طبعا راح نكل دهني وقع شيء اكيد، هذا راح يطلع الدتن راح يطلع القديم. اي مكان عالي مرتفع. اي هذا هنا من كان حمورابي. اسمه حمورابي. اي يقول سنة 625 505. يقول بي سي ما اعرف، يعني بي سي ما اعرف شنو بي سي. 40 عام قبل الميلاد. قبله 40 عام الميلاد. شاهدوا حجي ابو علي، تحياتي لكم. والله منظر ما يتفوت، وهي السفره ما تتفوت من ابو محمد. رحم الله والديك. عمي ما يتجازف هاي المناظر اللي شوفنا اياها، والله الله. حقيقه ما يتجازف. رحم الله والديك. امانة الله ورسوله. هذا لو الموت عمي هذا الف مره، مو مره، الف مره هذا. حمزه. 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 الى كهف جليد هوك اللي ما اصور اكو حمله غيرنا دخلت له. وهذا شوفونه انتم اللي هو الكهف. في صدى؟ ايه يقولون في صدى. هذا هو. كيف شفناه وهو يكون قريب على الشلال الفوق، يعني شلال الفوق، وما اعتقد اكو شغل يعني. هذا هو الشلال تشوفونه، شلال حمد. يطلعت له من فوق ليه؟ ها؟ يبغى يقعد ينبغ.